في واحد صديقني وقلت جال الجلسة هذه أكثر من مرة، عنده ولده الصغير حافظ 15 جزء. نادى ولده وقال تعال يا ولد وجلسه، قال وأنا أبوك أنت حافظ 15 جزء، ما في آية كذا وقفت عندها واستغربت منها؟ قال إلا والله يا أبوي. قال إيش هي؟ قال والله في آية أنا مفجوع منها. يا شباب، ولد صغير يدرس 5 ابتدائي، اسمع إيش الآية اللي وقفت عنده. يا شباب، ترى الله عز وجل أرسل لنا هذا الكتاب لأن فيه رسائل لنا كلنا، فيه أوامر لك أنت ونواهي عليك وخير لك وشر تبتعد عنه يأمرك الله به في هذا القرآن. قال الطفل الصغير هذا اللي يدرس في 5 ابتدائي، قال إلا والله يا أبوي في آية جننتني ماني مصدق، بس الله قالها شيء غريب. قال إيش هي؟ قال الآية اللي يقول الله فيها، اسمع بالله الطفل صغير إيش يقول، يقول اللي يقول الله عز وجل فيها اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال يا أبوي أنا أعرف اللي يتكلم اللسان، بالله كيف يدي تتكلم وكيف رجلي تتكلم؟ قال له أبوه والله راح تتكلم. قال أنا يعني أمر غريب، شفت يدك هذه؟ والله تتكلم. إذا جيت قدام الله عز وجل وقال الله يا عبدي فعلت كذا فعلت كذا وأنت تنكر تقول لا يا رب لا يا رب، يقول لك الله ترضى بالشهود؟ تقول والله يا رب أنا ما أرضى إلا من نفسي، فيخدم الله على فمك ويجعل يدك تتحدث وتقول يا رب أنا سويت وسويت وسويت، ورجلك تتحدث وتقول يا رب أنا فعلت وفعلت وفعلت، فيفك الله عن فمه. يقول هو الجوارح بعدا لكن وسحقا عن كن كنت أدافع. إيش تقول الجوارح الأركان؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لا تحسب هذه يد معك كذا يعني ما لها فائدة، والله جالسة تسجل، ورجلك جالسة تسجل، وعينك جالسة تسجل، كل الجوارح تشهد عليك يوم القيامة. لكن اللي توب الله يبدل سيئاته حسنات، هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث الناس اللي معاك، جيرانك، أمك كيف معاملتك معاها، جماعة المسجد، أبوك، إخوانك كيف أخلاقك معهم؟ والله يشهدون يا لك أو عليك يوم القيامة. مرت جنازة من عند النبي عليه الصلاة والسلام فمدحوها الناس، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ومرت جنازة ثانية وذموها الناس ولم يذكروها بخير، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. تعجب الصحابة، حال الجنازتان يختلف لكن الكلمة واحدة، فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. قال عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فأثنينا عليها وقلت وجبت، ومرت الجنازة الثانية فذميناها ولم نذكرها بخير فقلت وجبت، ما وجبت يا رسول الله؟ إيش معنى وجبت؟ قال عليه الصلاة والسلام، أما الجنازة الأولى التي أثنيتم عليها قلت وجبت، وجبت لها الجنة، وأما الجنازة الثانية التي لم تذكروها بخير فقلت وجبت، وجبت لها النار. الناس شهداء الله في أرضه، الناس شهداء الله في أرضه، وأعظم الشهود هو الله جل وعلا من أسمائه الشهيد. فأنا أخوك حبيبي الغالي، اجعل هذه الشهود تشهد لك عند الله بخير يوم القيامة. ترى اليوم دنيا وبكرة آخرة، والله ما تتخلد، راحت سنين ذنوب وعصيان، خلي اللي باقي، أصلح ما بقي يغفر الله لك ما سلف وكان. فأسأل الله العظيم أن يبيض هذه الوجوه وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يختم لنا بعمل يرضيه جل وعلا عنه.